مريم خضر. الو، يا مرحبا، هلا، مرحبا. حياك الله، تفضلي اخت مريم. حقيقة الحلقة جدا رائعة، والموضوع جدا مهم، اجتماعي بحت، وإنساني وديني قبل كل شيء. حقيقة تحدثت الدكتورة جمانة عن جوانب عديدة مهمة، ما شاء الله، يعني مكتملة، وإضافتي هي متواضعة جدا بجانب حديث الدكتورة. في الحقيقة كل بيت من بيوتنا لا يخلو من مسن أو كبار السن، فالاهتمام بهم طبعا ضروري. من خير وبركة. نعم نعم أكيد، وهو طبعا واجب إنساني، واجب على كل إنسان قبل أن يكون ديني. طبعا هو كذلك لا ننسى علينا فضلهم علينا بعد الله سبحانه وتعالى، منذ الولادة إلى أن أصبحنا بالغين بهذا العمر، الله يعطيهم الصحة. والأقل أن نرد بعض من ولو جزء من الشيء البسيط الذي قدموه لنا في حياتنا منذ الولادة إلى الآن. من أهم هذه الأشياء، أنا كيعني من خبرة، الله يعطيه الصحة الوالد الله يرحمه، والوالدة الله يحفظها، كان يعني يحتاج الجلوس، الحديث معهم، التحدث عن الماضي، صحيح. الحديث يعني أكثر شيء يهمهم الحديث عن الماضي، لأن الذاكرة أصبحت متعلقة بالماضي أكثر من الحاضر. ويسعدهم الشيء هذا. نعم جدا، ويعني حتى لو يعني عرجنا بالحديث عن الحاضر، ولكن شيء بسيط جدا بحيث ما نرهق ذاكرتهم. طبعا يعني نتحدث عنهم في عن أشياء هم كانوا يعني يعيشوها. طبعا زيارتهم هذه مهمة جدا على مدار العام، ونركز أكثر شيء زيارتهم في الأعياد والمواسم. طبعا نشعرهم لأنهم لهم أهمية كبيرة بوجودهم معنا، ولو إنه بعض البعض الله يعطيهم الصحة والعافية يكون قد فقد الشعور والذاكرة، ولكن نشعرهم بهذا أيضا. كما أن للعناية الصحية والنفسية هذه مهمة جدا، الشيئين هذه مهمة، لا نهملهم هذه، لأنه هذه أصعب فترات العمر يمر فيها الشخص المسن. كذلك إذا مر بمرحلة الخرف، هي من أصعب وأخطر المراحل اللي يمر بها المسن. طبعا هذا طبعا موصى به من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبالوالدين إحسانا بلا شك. كذلك أنه نرى أن الدولة أكرمها الله أدامها اهتمت وحرصت على رعاية المسنين في هذه الفئة، في هذه الأمر أيضا، صحيح. لأن هذه الفئة قدمت وأعطت في أول حياتها وفي شبابها، وضحت وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية، تقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، صحيح. وفتح دور الرعاية لمن ليس له من يهتم بهم، العلاج المجاني، كذلك خدمات مرضى مصابين بأمراض مستعصية لها يعني لها العلاج مستمر على طول العمر، كذلك وضع الخطط والبرامج التوعوية، صحيح. التي تهتم بكبار السن، والتي تدعم إلى تعمل إلى تلبية متطلباتهم، ووضع اللوائح العامة التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة. الله يعطيك العافية. حقيقة يعني الموضوع يحتاج إلى، يعني ما يحتاج إلى دقائق أو ثواني أو صحيح. حلقة، يحتاج إلى حلقات أستاذ أحمد، ولكن صحيح. يعني نحب أن نقول أنه أشكرك على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع، وأشكر سعادة الدكتورة جمانة على حضورها وتواجدها، وإذاعة السعودية وفريق العمل، ولكم تحية. شكرا لك استاذه مريم، يعطيك العافيه. فعلا يعني ذكرت الاستاذه مريم بموضوع اللي هو تكثيف البرامج التوعويه، وان كان كل منا يستشعر هذا الشيء. بس انا استاذنك بس